عندنا ايضا الحقيقه استغاثه برضو اخرى من الاستاذه ميري ولا هناء، هناء الاستاذه هناء وديع، أنا هناك معاك. اخت روماني. روماني كان قتل في كاليفورنيا. طيب اهلا بيكي وربنا يعزيكم، بس قولي لنا الواقعه كانت حصلت امتى وايه بالظبط الموضوع، اتفضلي. هي الواقعة حصلت من سنة. هو كان في كاليفورنيا، في حد خنقه، استدرجه الأول لكاليفورنيا وبالفلوس بتاعته وخنقه عشان ياخد فلوسه، وكمان عشان الشخص ده كان اداله طلقة نار في صدره، هو روماني كان فطبعا في عشان كاليفورنيا هيتحاسب. للدراسة ولا كان جاي لا للهجرة؟ بيشتغل، لا بيشتغل هناك، هو طيب. اتجوز هناك، اتجوز وكان بيشتغل. طب وزوجته كانت معاه في كاليفورنيا ولا في مصر؟ لا زوجته في فلوريدا، هو اصلا بيقعد اغلب الوقت في فلوريدا، بس كان اوقات بيسافر كاليفورنيا برضو عشان شغله، كان بيسافر هو بيشتغل في المبيعات، فطبعا عشان بطبيعة شغله كان بيسافر كذا حتة، فغالبا كان بيسافر طيب لكاليفورنيا. يعني هو لما كان في كاليفورنيا وحصلت جريمة القتل زوجته كانت في فلوريدا، ما كانتش في كاليفورنيا، فلوريدا كانت في مظبوط. فلوريدا. طيب اللي حصل بقى ومخليكم ان انتوا قلقانين او انه في شك في انه التحيات ما مشيتش بشكل كويس، ايه اللي حصل؟ احكي لي بقى. ان هو كان معاه فلوس بصي، 5000 دولار هو كان معاه فلوس 50,000 دولار، كان معاه 50,000 دولار، وبرضو احنا استغربنا ان البوليس ما عملش اصلا اي تحقيقات، ما يعني. اخدش بصمات. استني معلش انتي، بس هي زوجته مصرية ولا أمريكية، أمريكية. أمريكية؟ بس يعني انتوا تواصلتوا معاها وهي برضو حكت لكم الموضوع ده، لانه مفيش طبعا حاجة احنا بنتكلم يعني. معلش بس استني معايا، استني معايا هنا. يعني بالظبط مفيش حاجة اسمها بالظبط. جريمة تحصل وما تتاخدش بصمات، او يعني فاهمة انتي؟ فانا مش عارفة انتوا ليه هو ده شاكين انه في حاجة او كان في تقصير في الاجراءات اللي حصلت. يعني اي جريمة هو ده بتحصل، اللي حصل. ايه اللي حصل يعني؟ ان هو قالوا لكم ايه؟ هي زوجته اللي قالت لكم ولا انتوا كان في محامي في ماسك القضية؟ لا هو اللي راح اتكلم مع البوليس، صاحبه ايميل سافر لكاليفورنيا وبص على المكان اللي حصل فيه الجريمه، لان اخويا مات مخنوق، مش مثلا لقوه ميت سكته قلبيه، ده فين ميت طيب في مخنوق المكان؟ مات مخنوق فين؟ في كاليفورنيا، في ريدنج. يعني فين فبرضه لقاه اقصد؟ في دم شارع، مخنوق. في بيته، في كان فين لا هو بيحب يروح يصطاد في مكان، هو بيحب يروح يصطاد فيه، وكان في مكان خشب زي بيت خشب عبارة عن أوضة، فهو كان بيحط فيه حاجته لما بيروح يصطاد وبيقعد فيه برضه هناك شوية. فالمفروض إن هم لقوه مخنوق هناك، لقى الباب مكسور. وبرضه من الحاجات اللي بتدل إن البوليس ما عملش أي تحقيقات، إنه كان موبايل واحد فادي تونسي مسلم، كان موبايله المفروض لقوه جنبه جنب رماني، وفي نفس الوقت ده كنت وأنا بتواصل معاه بيقول لي إنه ما شافوش من أسبوع، فإزاي من أسبوع ولقوا موبايله جنبه؟ وكمان البوليس لما ايميل ودى الموبايل قال له انتوا اديتوني الحاجات دي مع حاجات روماني، ده موبايل فادي مش روماني. فاستغرب قوي البوليس، لان هو اصلا ما بصش حتى في الحاجات، استغرب قوي، قال له رجع له الموبايل، رجع لفادي تاني الموبايل. طيب ازاي انت ترجع؟ مش لازم طب ما كانش في ده محامي دليل يعني؟ في القضيه؟ انتوا معلوماتكم كنتوا بتاخدوها من مين؟ من زوجته ولا من البوليس؟ او من من البوليس صاحبه ومن اللي جه؟ الايميل من ومن صاحبه زوجته. اللي جه وتواصل مع البوليس، لكن ما كانش في محامي. طب يعني دلوقتي لا احنا الجريمة كانت اتخنق يعني، حصل خنقه واستولى، اللي خنقه ده استولى على 5000 دولار كانت معاه. 50,000 دولار، مش 50000؟ 50,000 اوكي، دولار. 50000 دولار. وبعدين بعد ما حصل الجريمة دي كده، واخر برضه في حاجات تانية كانت مسروقة برضه معاه. يعني الجريمة قيدت ضد مجهول يعني، ما عرفوش مين اللي عمل لا الجريمة دي. هم بيتكلموا ان هي حادثه، يعني هو اتخدر، هو متخدر وخانقينه، فما كانش فيه اي مقاومه وهم بيخنقوه، فعشان كده قالوا ان هي حادثه. حادثة ايه طيب؟ الحادثة اللي هو يعني حصل له ايه في حادثه الحادثة؟ خنق، ان هو حادثه خنق. انا بعت الاستاذه نادين كلمتني، بعت لها التقرير كامل على اساس ان هي تقرا التقرير، عباره عن ازاي هم شارحين التقرير. هو الخط صغير قوي وصعب ان احنا نقراه، لكن انتوا ما عرضتوش. طيب بعد ما انتوا تشككتوا انه كان في تقصير من البوليس، الحاجات اللي زي كده لازم محامي،
ما حاولتوش تشوفوا محامي؟ صعب. لا احنا طيب، اصلا في مصر، انتوا فصعب كاتبين قوي ان لي، احنا كاتبين نتواصل حاجة بهناك. غريبة شوية في الموضوع، كاتبين ان في نار، مرات الراجل اللي ضربه بالنار هي اللي استدرجته. نار ايه بقى هنا؟ في ايه في النار هنا؟ حد طلع اداله، ضرب عليه نار في صدره، وكان يعتبر ضربة موت، وكان عايز يبين للبوليس انه اخويا هو اللي هجم عليه، فما عرفش يعمل ده لانه كان اخويا، كان هو بيكلم هناء، اخويا في التليفون وهو اللي قال استناني. انت دلوقتي قلتي الموضوع في الاول انه هو مات بالخنق، وبعدين دلوقتي جبتي موضوع ضرب نار. فيعني ضرب نار ده قبل الخنق بثلاث شهور، دي واقعة ده تانية؟ قبل الخنق بثلاث شهور. دي واقعة تانية، فعشان كده هو اتخلص منه بالخنقة، عشان ما يتحكمش في القضية الأولانية، لأن يعني هو طب كان ما فرض انتوا ثانية بكفالة واحدة، 100,000 يبقى انتوا دولار. كده موجهين الموضوع. طب انتوا ازاي مراته ولا عملت جابت محامي، ولا انتوا عملتوا يعني، ولا ما انتوا هو وكلتوا المحامين، محامي؟ حضرتك عارفة المحامين في أمريكا عاملين إزاي، يعني صعب، أنا صعب إمكانيات إن أنا أوكل محامي، وصعب إن أنا أتواصل معاه، الموضوع صعب، مش فأنا عشان كده ايوه، بس وكلته بحضرتك عشان زوجته بتقولي امريكانية. طب لما تواصلتوا معاها هي عملت ايه برضو علشان تبين حقه وتعرف مين اللي هي قتله؟ بعتت شكاوي لكذا جهه، وكتبت تقرير كامل وشكاوي على انه ما فيش تحقيق، انه ما فيش اي تحقيق، وانه في جريمه قتل، وهم ما فيش حد بيحقق في القضيه. بعتت الشكوى دي لكذا جهه بس ما فيش رد، طيب برضو وحاولت تكلم في نقطة تانية، يعني ليه، ايه اللي يخلي هو، انت بتقولي بيت خشب للصيد، ايه اللي يخلي معاه؟ على فكرة يعني احنا في امريكا مفيش حاجة اسمها يعني ده الواحد لما بيمشي ب 100 دولار ولا 200 دولار بيبقى مش صح يعني. فيعني ايه يبقى معاه انا 50 الف عارفه. دولار وهو رايح لبيت الصيد؟ برضو مش دي غريبة شوية؟ لا هو استدرجه، لا هو اللي استدرجه من كاليفورنيا برضه استدرجه للمكان اللي هو بيقعد فيه، وقال له تعالى عشان نتقابل. ما هو يعني اكيد هو مش ماشي بال 50,000 دولار في جيبه، هو اللي استدرجه من فلوريدا لكاليفورنيا عشان قال له تعالى مثلا عشان شغل، هو الشخص ايوه، تعالى عشان شغل، هات ال 50 الف دولار ليه؟ ومين اللي اداكوا المعلومه دي انه كان معاه 50 الف دولار؟ صح. اولا الفلوس اللي هو سحبها من خزنه، ومين صاحبه قال لي ان هو كان معاه ايوه، 50,000 دولار هسحبها سافر كام بيها ليه؟ كاليفورنيا. لغرض ايه؟ يعني ليه سحبها؟ ليه لا هو سحب الفلوس؟ المشكله ان احنا مش عارفين. ما قلناش ايه السبب، لا يعني احنا انتوا مش في عارفين السبب، معلومات؟ احنا طب عارفين انه معاه ممكن 50,000 دولار. صديقه ده تخليني اتواصل معاه ولو فهمت برضو الدنيا ونشوف ازاي نساعدكم. انا عارفه ان طبعا والدتك يعني عايزانا، يعني احنا مش فكره، مش كنا ان احنا في كاليفورنيا، فاحنا يعني بس في موضوعات دي موضوع جنائي، موضوع قضيه جنائيه وقتل وفلوس وسرقه، وبتقولي من سنه يعني الموضوع مش وانه انا بقولها لك بكل وضوح، مفيش حاجة اسمها إهمال من البوليس، أو يعني لأن أنتِ بتشوفي حتى لو ضابط ضرب شخص، ويمكن أنتِ بتشوفي الحاجات دي كتير، شخص أسود مثلاً بالنار وضابط أبيض، الدنيا بتتقلب. ولما بيكون ضابط أخطأ تمام ما بيتسابش، ضابط لما بيبقى ضابط وأخطأ أوفيسر يعني، فهنا تمام مفيش حاجة. فحضرتك فواضح، معلش أنا اللي هقول لك بقى الموضوع اللي حصل إيه هنا. واضح انه زوجته مش مدياكم معلومات كفايه، واضح ان صديقه ده برضو مش مديكم معلومات كفايه. انا ما اطلعتش على الاوراق اللي هي بالانجلش اللي انت بعتيها، وطبعا خطها صغير قوي اللي بعتيها مع تمام المعده معانا. فانا يعني اوعدك تمام ان انا نشوف اذا برضو حد من يعني وصاحبه ده صديقه، لانه من الواضح كده ان في معلومات، عشان كده انتم مخلياكم حاسين انه اخوكي اتقتل هناك وما تجابش حقه وما تقبضش على اللي قتله وحصل تعتيم. لا، مفيش حاجة بتحصل من دي خالص، يعني دي احتمالية نسبتها وحضرتك مفيش، منعدمة. ما انا فاهمة، انا فاهمة بتفكري شعوركم ايه الموبايل اللي حتى الموبايل ماشي، اللي ما انا رجعه عشان كده لصاحبه بدون بقول ما لك انه لا، يعني في معلومات ناقصة، معلش سامحيني، انتوا بعيد ومحدش تمام. منكم جه واعتمدتوا على المعلومات اللي سواء مراته اديتها لكم او سواء صديقه ده، لكن انا بقول لك وانه يعني هل تواصلتوا طب مع السفارة علشان تديكم معلومات كافية على الموضوع؟ السفاره حضرتك عارفه السفاره المصريه بتاعتنا ما بتساعدش حد، حاولنا احنا بقالنا سنه بنحاول، احنا لا، لسه كتير السفارة بنحاول الأمريكية من في السفاره مصر، بتاعتنا. مش سفارتنا احنا هنا في لا أمريكا. السفاره الامريكيه، لا هو السفاره كان معاه الامريكيه قالت لي ان الجنسية؟ احنا لينا علاقه بمساعده الامريكيين اللي أيوة، اسمها ما أنا مش لسه هسألك، الامريكي. هو كان معاه الجنسية؟ هو معاه الجنسيه. فلما تواصلتوا للسفارة علشان تقول لكم انه اخوكي ده اللي معاه الجنسية الامريكية، قالوا لك احنا بنساعد
الأمريكان اللي الأمريكان مقيمين اللي في في مصر مصر. بس، لكن ما وبره يدكوش. لا. طيب بصي، أنا هحاول أسأل لك حد وأسأل محامي في الموضوع. أنا سمعت منك كده فهمت واضح إنه في زي ما بقول لك نقص في المعلومات، لأنه في تفاصيل كتير انا مش عارفه اقول، يعني في تفاصيل كتير محتاجه ان انا يعني اتكلم مع حضرتك وقت طويل. انا عارفه ان وقت البرنامج طبعا مش هيسمح لي كده، لكن في تقارير وفي ادله معايا وفي شات معايا وفي حاجات كتير لا، ما انت اللي يعني ممكن عملتوه توضح دلوقتي لحضرتك كأسرة اكتر. ان انتوا قمتوا بدور محققين ومحاولة تجميع معلومات، والمفترض ان ده مش هيوصل انتوا في مصر. هو حتى لما لجأتوا السفارة قال لكم احنا مش بنساعد غير الامريكان اللي في مصر. فيعني كل اللي انتوا عملتوه، انا عارفة ان انتوا عايزين حق اخوكي، وازاي وانه ازاي ما تقبضش على اللي قتله وكل ده، وان دي زي ما بقول لك بتبقى ده في جرائم حبيبتي بتبقى صدقيني ليها سنين، وبيكتشفوا الجاني بعد، اللي هو انت فاهمة يعني ما بيتسابش حق اي مواطن هنا، ما يا بتحصلش رب ما احنا بنتمنى بتحصلش. ان هم فانا زي ما بقول لك يا ريت. خلاص يعني نشوف الدنيا، بس من فضلك خلي ابعتي لي رقم صديقه لو هو اللي كان جه وموجود هنا في امريكا، ورقم زوجته برضو، ونحاول نفهم الموضوع والاسم بتاعه بالانجلش تقريبا اكيد مكتوب طبعا في التقارير اللي انت بعتها لي، فلانه الموضوع كده. بس انا عايزه اقول لك واطمن كل انه القضايا اللي زي كده ما بيبقاش فيه اي حاجه، يعني ما فيش حاجة اسمها مواطن يتم يعني يتعرض لأي جريمة ويعني زي ما بيتقال يتطرمخ على حقه زي ما انتم متخيلين. صعب صعب، ففي حاجات ممكن تكون معلومات مش واصلة لكم، يعني ده اللي انا بتوقعه يعني، وهنحاول ان احنا نساعدكم علشان خاطر تفهموا اللي حصل والواقعة دي كانت تمت ازاي. وبرضو لو حد يقدر يساعدنا من هنا، محامين او حد باراليجل او حد، برضو هنحاول ان احنا نشوف الموضوع. ربنا يكون معاكم، ربنا يعزيكم. انا عارفة ان هي بتبقى دي قاسية انه تحصل جريمة قتل لحد في الاسرة وانه تبقى في معلومات ناقصة، انا عارفة مدى صعوبة الموضوع ده. ربنا معاكم يا رب.